منطقة الغابات الأوكرانية العذراء باليسي هي أرض الغابات البرية المنيرة والمستنقعات الضبابية المسحورة بنهر ديسنا وحدائق القصور والنتوءات الخلابة لصخور ما قبل التاريخ والبحيرات البلورية لتل السهول الفيضية. تمتد على شكل قطاع واسع بطول 100 كيلومتر تقريبا في شمال البلاد وتحتل 5 أراضي. يبدو للوهلة الأولى أنه من المستحيل مشاهدة المساحات غير المتناهية من منطقة باليسي، ولكن عندما ترون حديقة ميزين الطبيعية ستتأكدون من عكس ذلك. الميزة الفريدة لهذا الجزء من الغابات الأوكرانية هي المناظر الطبيعية وتشكلاتها. ما هي باليسي؟ هي سهوب وحديقة في منخفضات ومرتفعات وهوات فريدة وتلال ومنحدرات مكتسية بغابات تصل حتى ضفاف نهر ديسنا، والتربة في هذه الأماكن كلسية والرواسب طفالية، وهي أيضا ليست من خاصية المناطق الغابية. في هذا فرادة الأماكن المحلية التي تحتاج إلى دراسة وعناية دقيقة من قبل موظفي حديقة ميزين الطبيعية الوطنية. كانت قد أسست كمحمية بيئية في عام 2006، ولكن بحوث علماء معاهد علم النبات وعلم الحيوان بدأت هنا منذ الثمانينات. متوزعة على سفوح الوديان، تأقلمت تجمعات أشجار الدردار والزيزفون والسنديان بنجاح مع الظروف غير المألوفة لها، فالتي في أعماق المدافع تنامت إلى الأعلى لتطال أشعة الشمس، ولها جذوع واهنة أمام الرياح القوية، وهي تحمي المنحدرات العمودية تقريبا. أما تلك الأشجار المتجذرة على قمم الأماكن التلية فتقاوم قوى الطبيعة بفضل أشكال جذوعها المتينة ذات الشكل المنشوري. الإنسان ليس مثل النباتات، ولم يستطع أن يستقر هنا وأن يقوم بنشاطاته في هذه المضارب والعوارض، وهذا هو السبب في نجاة هذه الغابة البرية البكريل المحتمية اليوم في أحضان محمية ريخليفسكا داتشا. الرياح العاتية هي ظاهرة طبيعية جدا لهكذا غابة، ولكن في ظروف المزارع الغابية التقليدية يجري القضاء على أثرها بسرعة. ولكن في منطقة المحمية التي تحمي الغابات العذراء غير الملموسة منذ أكثر من 300 سنة، يمنع أي تدخل بشري حتى ولو رافقته النوايا الطيبة. هذه الغابة الدير القديمة لا تزال قادرة حتى الآن على التجدد المستمر، حتى مع وجود مثل هذه الأعاصير المؤدية إلى موت العشرات والمئات من الأشجار إبان فصل الشتاء. هذه الأشجار كانت قديمة جدا ومستنفدة، كما وكان هناك كثير من الثلوج والرياح العاتية، والتضاريس تؤثر أيضا على حجم الإعصار، ولن تتمكن الأشجار على المنحدرات من مواجهة قوى الطبيعة. ولو كانت غابة سهلية لما رأينا هذا الدمار الواسع. في محمية ريخليفسكا داتشا يزهر ما يقرب من 10 أنواع من النباتات البصلية، وتجذب انتباهنا ذات الزهور الصفراء. للوهلة الأولى يمكن نسب النباتات المماثلة إلى 3 أنواع مختلفة. إنها شقائق النعمان، وشقائق نعمان الصقيع من بعدها الماميران الربيعي والجاجيا. القرص الموجود في وسط الزهرة يعطيها روعة خاصة، وهو محاط بعدد كبير من البدقات والأسديات. البتلات الحساسة تتفاعل بسرعة مع حالة الطقس، فتنغلق أثناء الصقيع والأحوال الجوية السيئة وفي الليل، لتحمي بهذه الطريقة حبوب اللقاح من المطر والندى. وفي الأيام الصافية تتفتح الأزهار مع طلوع الشمس كاشفة لبها المثمر. يلاحظ الشقار بشكل جيد في الغابة المتعرية من أوراقها، وترى الحشرات تتهافت عليها بشغف فتلقحها أيضا. تلعب هذه النباتات دورا هاما في النظام البيئي للغابات الفيضية، وهي مصدر للرحيق وحبوب اللقاح للحشرات التي استيقظت أولا. تخرج باكرا لاحتلال مواقعها تحت أشعة الشمس، ومن المستحسن أن يكون هذا الضوء قويا قدر الإمكان، وهذا ممكن قبيل أن تغطى الأشجار والشجيرات بالأوراق. يساعد هذا النباتات البصلية على النمو بسرعة، بالإضافة إلى حيلة أخرى منحتها الطبيعة لها، فلقد جمعت العناصر الغذائية في وقت سابق للإزهار الأول في هذه الدرنات والبصيلات أو الجذور التي حفظت في الأرض منذ الربيع الماضي. سنرى الآن هذا على مثال إحدى النباتات القبرية. هذه هي درنتها التي سينمو منها في الربيع فرع مزهر، وهو كبير وضخم، وبفضل هذا تنمو النباتات الدرنية وتتطور وتزهر بسرعة.
تزهر على مدى أسبوعين ويكون لونها ليلكي وزهري، لتبقى هذه الغابة حتى شهر مايو مشمسة وملونة. بعد ذلك بقليل سيختفي البساط الزاهي وتختبئ الأزهار حتى الربيع القادم، لتحل مكانها النباتات الغابية العادية. حينها يستلم زمام الأمور السكان الرئيسيون للغابات المحلية، الأشجار والشجيرات والعديد منها ذات سن موقر. احتفظت ريخليفسكا داتشا بالعديد من أشجار السنديان المعمرة، وكشواهد على العديد من الأحداث التاريخية منحوا هذه العمالقة أسماء: السنديان الجوفاء، والسنديان المرغوبة، والسنديان القرنية، وسنديان تمازيبا. حفظ على أراضي ريخليفسكا داتشا زقاق قديم من أشجار التنوب، حيث زرع رهبان دير القديس ميخائيل في بداية القرن العشرين 100 ثروة صغيرة سلم منها 79 فقط. تهمس العمالقة المجنحة التي تلامست تيجانها للمسافرين بقصص عن ماضيها البعيد. ما أهمية شجرة التنوب؟ هي من نباتات التايجا الشمالية ذات الخشب المميز، والذي كان يستخدم لبناء السفن وصنع الآلات الموسيقية. فاختاروا خشب التنوب الجاف الخاص لصنع الأبواق الطويلة والكمانات. ظنوا أن الآلة تصدر صوتاً أفضل إذا ضربتها الصاعقة، لأن الخشب سيتوقف من بعد ذلك عن فرز الصمغ. الأشجار الصنوبرية في منطقة باليسيه في غابات حديقة فيزينا الطبيعية الوطنية ممثلة بعدة أنواع: العرعر والتنوب والصنوبر، وهي أشجار متشابهة جداً، وفي الواقع التاج الإبري هو الشيء الوحيد الذي يجمع بينها. التنوب مثلاً يتحمل الظل وله نظام جذري سطحي، وليس من قبيل المصادفة أن تسقط أشجارها الكبيرة تحت تأثير الأعاصير القوية منقلعة من جذورها. والصنوبر لا يخاف من أشعة الشمس، عندما تكون في غابة الصنوبر تشعر بأجواء دافئة ومشرقة بخلاف غابة التنوب حيث يكون الجو عموماً رطباً، ولكن في الصيف تكون برودة أشجار التنوب مريحة أكثر بكثير. وشعر رهبان دير ريخليف عندما كانوا يمرون تحت تيجان هذه الأشجار بهذا الجو الخاص لضجيج الزقاق المظلل المهدئ. يربطون تأسيس دير ريخليف الصحراوي مع الظهور الخارق لصورة القديس ميكلاي، فعندما كان يعبر بمحاذاة الغابات متأملاً في جذوع الأشجار، لاحظ مربي النحل من قرية أبالون المجاورة على غصن الإسفندان شكل القديس ميكلاي. دون أن يخبر أحداً أخذ الأيقونة، وفي الصباح لم يجدها في منزله. بحثاً عنها توجه مربي النحل من جديد إلى شجرة الإسفندان نفسها، ولم يكن مخطئاً، متيقناً من أن الأيقونة كانت معجزة. قرر من جديد أخذها معه إلى المنزل ويفشل من جديد. بعد تكرار المحاولة 3 مرات يستسلم مربي النحل لتصبح الأيقونة من معالم المنطقة، وشيدوا مكان شجرة الإسفندان حيث عثر عليها مصلاً تكريماً لظهور أيقونة القديس ميكلاي ليظهر من بعده الدير. تسجل المصادر الأدبية والتاريخية ظهور الدير في عام 1654. خدم في كنيسة القديس ميكلاي حينها راهبان فقط، لتظهر في بداية القرن 18 أولى المعابد الحجرية ذات 75 قباب، وقدمت لها رعاية كبيرة من قبل هتمانات أوكرانيا، وأصدروا صكوك ملكية الأراضي. رغم أن الدير شيد أساساً على تبرعات من النبلاء، غير أن الرهبان ساهموا أيضاً بشكل ملموس في تطويره. بالترحيب سافروا معنا لنكتشف سوية أوكرانيا المجهولة.